في مصر بس احنا اللي بنسمع الخرافة وبنروج لها وبعدين نصدقها، وعشان كده وصلت لينا معلومة عن أكبر خرافة ممكن نقابلها دلوقتي، وهي خرافة السبع بنات. قررنا نفهم ايه الخرافة دي، ومن هنا بدأت مغامرتنا مع السبع بنات. احنا متجوزين بقى 3 سنين ولسه يعني مفيش نصيب، فقلنا نيجي ايه بقى في قصة الخرافة دي؟ زوروها لما بتخلفش، بس ماما بيضة بقى بيحملها. عمو في ناس كتير حلوة كده يعني؟ في ناس كتير. ناس كتير حلوة من كده؟ مالها كتير، وكل ما تروح عند دكتور يقول لها مش هتخلفه. فاحنا قلنا ان انا تعالي السبع بنات هنا وحملت بقى. بنات كتير لو بيجوا خلفوا هنا. ربنا يكرمها ان شاء الله. الايام دي كانوا مجاهدين مع ضد الروم ايام فتح الاسلام لما فتحوا مصر، وماتوا شهداء السبع، ماتوا بنات. بتكون انت حضرتك قاعده دلوقتي على جوه السبع بنات اللي بتسمع الاذانين دول. دي بقى تلف بقى حواليها 7 مرات. تجيب اخر جمعه بتجيب دست الشمع وتحطها في الحيطان، تولعها على الحيطان كل ركن كده. كل ركن كده بايدك كده عليه هتتحل. بتنام على ظهرها وتتملمك 7 مرات عشان تبقى تيجي طاهره. الثلاث جمعة تفوت الجمعة، تعيد أما بقى بتحمل بعدين بقى تيجي بقى تشكر ربنا بعدين تمشي. وعشان نكمل مغامرتنا للآخر قررنا نعمل الطقوس اللي طلبوها مننا زي أي ناس بيروحوا هناك. الكارثة مش في خرافة السبع بنات، الكارثة إننا نبقى مصدقين خرافات زي دي وماشيين وراها لحد دلوقتي. مبتدأ.com